فيلمنا بيبدأ مع صانع محتوى على يوتيوب اسمه سباستيان، وبيحكي في الفيديو قصة عن مبنى في مدينة ميونخ في ألمانيا بتاع صانع أقفال محترف اسمه هانز، واللي كان راجل متخصص حياته كلها للشغل لحد ما ماتت مراته وابنه، وابتدى هانز في شغله على أعظم تحفة فنية ليه، وصنع 4 خزنات. وبتقول الأسطورة إن لو في حد حاول يفتح أي خزنة من الأربعة بالقوة كل اللي في الخزنة يتحرق. وصنع هانز خزنة إضافية وحبس نفسه فيها، والناس حاولوا إنهم يحرروه من القبر اللي صنعه هانز لنفسه، ولكن الخزنة بتكون مستحيلة الفتح والمادة المصنوعة منها غير قابلة للاختراق، وبتكون الخزنة هي تابوت هانز، والناس رمت الخزنة في البحر بعد موت هانز جواها. وبيتبقى 3 من الـ4 خزنات اللي صنعهم هانز، اسمهم راين جولد وفالكري وسيكفريد، واللي في إشاعة بتقول إنه بيعاد ترميمهم ومحدش عارفهم ومتواجدين فين. وبالنسبة للخزنة الرابعة جوتر دامرونج محدش يعرف أي حاجة عنها. وبينهي سبيستيان الفيديو وبيطلب من المشاهدين يعملوا سبسكرايب ويسيبوا لايك على الفيديو، ولما بيترفع الفيديو على اليوتيوب بيفتح سبيستيان قفل خزنة على الترابيزة في 8 ثواني وبيبقى فخور جدا بموهبته، وبيكون ما عندوش أي متابع أو مشاهدين لمحتواه على قناته، وبيرجع لحياته المملة وبيروح يجيب قهوة وبيروح البنك اللي شغال فيه وبيستعد للعمل، وبيبقى يوم الروتيني عبارة عن إن العملاء بيزعقوا له، ولما سباستيان بيحاول إنه يشتت انتباهه عن العميلة اللي بتزعق له بيتفرج على التلفزيون عقبال ما العميلة تخلص زعيق وبيديها الشيك بتاعها وبيخليها تمشي. وخلال فترة الاستراحة بيفتقد قناته على اليوتيوب، وبيتفاجئ لما بيشوف أول مشاهدة وتعليق ليه وبيبقى متحمس جدا، وبيبقى مكتوب في التعليق إن سباستيان يروح لعنوان معين لو عايز يختبر مهاراته، وبيروح سباستيان للعنوان بالليل وبيقول كلمة السر اللي كانت في التعليق للحارس وبيدخل المكان، وبيكون آخر متسابق في مسابقة لفتح الخزانات، وبيبقى مش فاهم حاجة وبيسأل المتسابقين إيه اللي بيحصل ومحدش بيرد عليه منهم، وبتقول لهم المضيفة إنهم يبتدوا، وبيبدأ كل المتسابقين في فتح الخزانات، وبتفكرهم المضيفة إن بس 4 من المتسابقين هيتأهلوا للمرحلة الجاية، وبيفتح سباستيان الخزنة بكل سهولة وبيكون في المركز الرابع وبيتأهل لمرحلة نصف النهائي، وبتراهن المتفرجين على الكسبان وبيبدأ المتسابقين في فتح الخزانات، وبيعرف واحد منهم اسمه نيو إنه يفتح الخزنة الأول وبيكون سباستيان في المركز الثاني، وفي النهاية بيكون قدامهم 3 دقايق عشان يفتحوا قفل باب مصفح، وبيكون نيو واثق في قدراته، ولما بتقولهم المضيفة إنهم يبتدوا بيتحرك نيو، ولكن سباستيان بياخد وقته وما بيتحركش، وبيتفرج على نيو وبيحط إيده على الباب كأنه بيحس بالتروس اللي في القفل، وبيتكلم سباستيان مع نيو وبيبقى فاضل على الوقت دقيقة، وفي آخر 30 ثانية بيعرف سباستيان إنه يفتح القفل في ثانية واحدة بكل سهولة، وبيحس نيو بالإهانة وبيحاول يضرب سباستيان، ولكن الحارس بيمنعه، وبيسقف الجمهور لسباستيان اللي بيلاحظ بنت جميلة وسط الجمهور اسمها جوين واللي هتغير حياته، وهيعرف سباستيان حاجات كتير عنها، منها انها سرقت اول ساعة غالية ليها وهي عندها 6 سنين، وان قلبها اتكسر وهي عندها 16 سنة، وانها سرقت اول عربية ليها وهي 17 سنة، ولفتت انتباه الانتربول ليها، ولكنه في اللحظة اللي بيشوفها في المسابقة ما بيكونش عارف أي حاجة عنها، ولما بيروح سباستيان بيته بيحط الجايزة جنب صورة عيلته، وبيبقى فخور ان جات له الفرصة ان يوري الناس مواهبه، ولما بيروح سباستيان يجيب قهوة في تاني يوم بيتفاجئ بجوين وبيدلق القهوة على نفسه، وبتقوله انها صاحبة اول مشاهدة وتعليق على قناته، وبيسألها هي مين؟ وبتقوله انها البنت اللي هتغير حياته للأبد، وبتقول انها كانت مراقباه وعارفة مواهبه وانه عايش دايما وحيد، وبتقوله انها في الكافيه بقالها بس 7 دقايق وعرفت انها تسرق خاتم واحدة وساعد حد ومسدس الراجل اللي قاعد في ركن لوحده، وبتعترف له انها سارقة مجوهرات دولية وعايزة تعين سباستيان يشتغل معاها، وبتقوله ان محدش يعرف معلومات عن هانز وعشان كده هي محتاجاه، وان بسبب المشاكل السياسية في امريكا خلال ال 96 ساعة القادمة هتتنقل الخزانات لمدينة جنيفا، ودي هتكون فرصته انه يحل عقدة اقفال الـ3 خزنات اللي هانز صنعهم، وبتمسك جوين ايده وبتديله عنوان يروحوا في حالة لو قرر انه ينضم ليها، وبيفضل سباستيان عايش حياته المملة، وهو في البيت وبيتفرج على الاخبار عن وضع امريكا الحالي بيقرر اخيرا انه يقبل العرض، وبيروح للعنوان وبتستقبله جوين، وبيقابل كورينا المسؤولة عن التقنيات وخبيرة في مجال الاختراق، وبيتعرف على رالف اللي مفيش حد اسرع منه في السواقه، حتى الممثل نيكولاس كيدج مش هيعرف يسابقه، واخر واحد في الفريق هو براد كيدج، واللي اتفرج على كل افلام نيكولاس كيدج وهو صغير وتعلم الاجرام منه. وبتشرح كورينا لسبيستيان الخطه وبتقول ان خزنه دراين جولد في فرنسا في مدينه باريس وفيها 413 مليون من مكونات القفل، وبتكون خزنه فالكري في مدينه براغ في تشيك وفيها 235 مليار من مكونات القفل، وخزنه سيكفريد في مدينه سانت مورتز في سويسرا فيها 72 تريليون من مكونات القفل، وبتقول الاشاعات ان فيها 100 مليون دولار، وبتكون الـ3 خزنات صاحبه ملياردير من اسيا اسمه تاناكا، وبيكون الفريق ما عندوش وقت يضيعه فبيسافروا لباريس فورا، وفي طريقهم للبنك بيخاف سباستيان وبيصاب بالقلق، ولكنهم بيكملوا خطتهم، وبيدخل سباستيان البنك وبيروح الحمامات، وبتمشي جوين وراه وبتسرق المفاتيح من حارس الامن، وبتطلب من الموظفه انها توصل لصندوق ايداع وبتستخدم اسمه مزيف، وبتدخل كورينا وبتساعدها
اللي واقفة على الكاشير لأنها الوحيدة اللي بتتكلم إنجليزي، وبتدخل جوين حمامات الرجال وبتاخد سبيستيان وبيروحوا لخزنة راين جولد. وقبل ما سبيستيان بيبدأ شغله بيضيع وقت طويل هو بيحكي قصة الخزنة لجوين، وبتكون جوين غير مهتمة وعايزاه يبدأ بسرعة، ولكنه بيفضل يكمل قصته وبيحكي عن إزاي تم استخلاص الذهب اللي تم صنع الخزنة منه، وبيقول على الخزنة إنها حبيبته، وبيشغل سبيستيان أغنية الفنان اسمه راين جولد على اسم الخزنة وبيبدأ في فتحها، وبيحس بطقطقة التروس في مكونات القفل وكل ترس بياخد مكانه المحدد، وبيعرف سباستيان انه يفتحها بسهولة، وبيفرح هو وجوين جدا بنجاحهم. وبتقول له جوين ان اللي بيعملوه ده مش عشان الفلوس، وانه عشان اسمهم يبقى مخلد في التاريخ ويبقوا اساطير. وبيخرج سباستيان وبتخرج جوين وراه وبيبقى معاهم الفلوس، وبيتم اول عملية سرقة ليهم. وبيكون في عميل في الانتربول اسمه ديلاكوا وبيعرف عن سرقة الفريق لفرنسا، وبتسأله بيتريكس زميلته هو ليه الموضوع هامه جدا وان الاولوية حاليا لحل مشاكل امريكا، وبيوريهم ديلاكوا افراد الفريق اللي كاميرات المراقبة لقطتهم، وبيتعرف الانتربول على هويتهم وبيعرف انهم ناويين على سرقة الخزنتين التانيين، ودي فرصة الانتربول في القبض عليهم. وبيحتفل الفريق في مقرهم بنجاحهم، وبيتصاحب سباستيان على رالف بمجرد ان يدوله كام ساندويتش، وبتتكلم كورينا مع سباستيان واللي بتبقى معجبة بيه، ولكن عين سباستيان بتبقى على جوين اللي عاجباه، وبتقول له كورينا ان جوين في علاقة مع براد ولكن في مشاكل بينهم دلوقتي. وبيروح سباستيان لجوين الأوضة وبتشرح له لقب براد، وبتقول له انه سمى نفسه براد كيج من شدة اعجابه بالممثل نيكولاس كيج، ولكن براد شخص نرجسي وبيحب يشتغل لوحده دايما. وبيحكي لها سباستيان عن نفسه وطفولته، وبيتعرفوا على حياة بعض اكتر لساعات، وبتفضل جوين تتكلم كتير وبيبقى سباستيان ساكت وبيتامل في وشها، وبيكون براد متعصب من حبيبته اللي مشغوله مع سباستيان، وبتطلب جوين من سباستيان انه يقعد جنبها، وبتقول له بعد لما يخلصوا مهمتهم هي هتسافر لامريكا في مدينه نيفادا عشان الاشاعات بتقول ان الخزنه الرابعه جوتر دامرونج موجود هناك. وفي تاني يوم بيسافر الفريق لمدينه براغ وبيبقى ديلاكوا مستنيهم هناك، وبيفضل براد يتصرف بعنف مع سباستيان وهم في الطريق، وبيوصلوا لوجهتهم في البنك وبيبقى سباستيان خايف ولكنه بيبقى واثق انه يعرف يفتح الخزنه، وبيمثل سباستيان انه محاسب وبيقول الفريق انه جوه البنك. وبتعرف كورينا انها تخترق نظام الامن في البنك وبتخلي سباستيان يعدي من الامن، وبتوجهه خلال الطرقات لحد ما بتضطر انها تقطع الاتصال، وبيبقى سباستيان مش عارف يعمل ايه من غير توجيهات عشان يوصل للخزنه، فبيدخل لاوضه ممنوع الدخول ليها وبيلاحظوا الحراس من كاميرات المراقبه ولكنه بيختفي، وبيكون في الاسانسير مع جوين وبينزلوا لاوضه خزنه فالكري، ولما بيتفتح باب الاسانسير بيقابلهم اتنين من الحراس، وبيطلع ان جوين محترفه فنون قتاليه وبتضرب الحراس لحد ما بيفقدوا الوعي. وبيبتدي سباستيان شغله على الخزنه وبيفضل يحكي قصه الخزنه والاسطوره اللي وراها، وبيكون الانتربول لسه ما عرفش انه يقبض على الفريق، وبيثق ديلاكوا في حادثه وبيقول ان الفريق جوه البنك وبيتحرك وراهم، ولما بيحس الحراس ان في حد مخترق لنظام الحمايه بيقفلوا كل الابواب. وبتعرف كورينا ان الحراس بيحاولوا يقبضوا على الفريق، وبيبدا الفريق في تنفيذ الخطه البديله، وبيدخل الانتربول للبنك ولكنه بيطلع البنك الغلط، وده بعد ما تم نقل الخزنه البنك نظام الحمايه فيه افضل، وبيلبس براد قناع وبيضرب الحراس باسهم مخدره وبيخليهم يفقدوا الوعي، وبيضرب باقي الحراس، وبتكون الخطه البديله عباره عن سطو مسلح للبنك. وبيبدا سباستيان اخيرا في فتح الخزنه ومحاولته بتفشل، والمقبض اللي في الخزنه بيدخل لجوه وبيطلع منها مقبض مختلف، ولو سباستيان فشل تاني في فتح الخزنه الخزنه هتفضل مقفوله للابد، وبيكون سباستيان قلقان ولكنه بيعرف يوصل لتقدم، ولما بيخرج المقبض التاني بيخرج مقبض تالت، وبيعرف سباستيان بمهارته انه يفتح الخزنه، وبيفرح هو وجوين لما بيشوفوا الفلوس اللي فيها. وبتتصل كورينا عليهم وبتقولهم على الوضع الحالي وان مفيش قدامهم وقت كافي، وبيملى سباستيان وجوين الشنط بالفلوس وبيخرجوا، وبيجي براد يخرج ولكنه بيتفاجئ بواحد من الحراس فبيرمي عليه شنطه الفلوس وبينط من على سور السلم، وبيتخانق مع حارس تاني وبينط من الشباك ولكنه بيتصاب برصاصه، وبيعرف جوين وسباستيان انهم يخرجوا بسلاسه بسبب الالهاء اللي براد عمله. ولما بتبدا عربيه الفريق تتحرك بيجري الاثنين ورا العربيه وبيحاولوا ينطوا فيها وهي بتتحرك، وبيساعد براد جوين، ولكن لما سباستيان بياخد بايد براد بيرمي براد على الارض، وبيبقى كل اعضاء الفريق ما عدا براد زعلانين على سباستيان، وبتطرد الشرطه سباستيان وبيسرق دراجه من مواطن، وبيعرف انه يهرب من الشرطه وبينط على القطار وهو بيتحرك. وبتقول كورينا للفريق ان سباستيان لسه ما اتقبضش عليه، او على الاقل الشرطه ما اعلنتش انه اتقبض عليه، وبيطلع ان خطه الفريق طول الوقت انهم يتخلصوا من سباستيان بعد العمليه الثالثه والاخيره، ولكن جوين بتبقى متضايقه من براد بسبب اللي عمله معاه، وحتى رالف بيقول انه كان بيحب وجود سباستيان معاهم. وبتبقى جوين مش عارفه ازاي الفريق هيفتح خزنه سيكفريد من غير سباستيان، وبيقولها براد ان معاهم فلوس اكتر من المطلوب ومش لازم ينفذوا المهمه الاخيره، فبتقول جوين ان الهدف مش الفلوس، وبيأس براد من محاولاته لارضاء جوين وبيخليها تفضل معاه في الفريق، وبيقولها انه بيحبها ولكنها ما بقتش بتحبه، فبيتعصب وبيرميها من العربيه. وبتتخلى كورينا هي كمان عن
الفريق وبتنضم لجوين وبتسألها هيفتحوا ازاي الخزنة الجاية. وبيعرف سباستيان انه يوصل لبيته وبتكون جوين وكورينا مستنيينه وما بيبقاش واخد باله منهم، وبتتكلم البنتين مع بعض عن ازاي يتكلموا معاه. فبتصرخ كورينا وبتخلي سباستيان يتخض ويدلق المشروب على نفسه، وبتعتذر له جوين على اللي حصل، وبيقول سباستيان ان مش مهم هو هيسامحها ولا لا، لان في النهاية الفريق هيمشي ومش هيدوا سباستيان حصته ويرجع لحياته المملة. وبتتكلم معاه جوين وبتقول انه الوحيد القادر على فتح الخزنة ويصنع تاريخ باسمه. وبيقعد سباستيان معهم وبيسألهم ايه الخطة، وبيقرر انه يساعدهم. وبيقرر ديلاكوا انه يعمل بحث على اليوتيوب، وبيدور على هانز وبيلاقي فيديو سباستيان، فبيعرف ان سباستيان هو اللي الانتربول كان بيطارده. والحاجة الغريبة ان الفيديو تم رفعه من دقيقة والتعليق موجود من اسبوعين. وبيحلم سباستيان بالزومبي فبيخاف وبيصحى من النوم، وبيبقى في طريقه مع البنتين لمدينة سانت مورتز، وبتكون كل قوات الانتربول في مراقبة كل متر في الكازينو اللي هتتنقل فيه خزنة سيكفريد، وهتوصل الخزنة للكازينو خلال ساعتين. وبيسمع الانتربول رسالة من الفريق وهم بيقولوا انهم هيهاجموا الكازينو الساعة 5 الفجر، وبيستنى الانتربول لحد ما الساعة 5 بتيجي وبيدخلوا الكازينو. وبتقولهم مديرة الكازينو انهم عارفين خطورة الموقف وانهم اخذوا احتياطاتهم. فبيسألها ديلاكوا مين اللي قال لهم، فبتقول المديرة ان الانتربول هو اللي عرفهم والخزنة اتاخدت من نص ساعة فاتت. وبكده الفريق اتلعب بديلاكوا، وان من 8 ساعات فاتوا كورينا اتصلت على مديرة الكازينو وقالت لها عصته، وقررت المديرة انها تغير ميعاد نقل الخزنة. وجوينا عرفت انها تستخبى في عربية وضربت الحارسين اللي في العربية وسابتهم على الطريق، وخلوا الانتربول يسمعوا الرسالة وعرفوا انهم ياخدوا الخزنة من الكازينو عن طريق رفيع عملاق على عربية نقل. وجوين وسباستيان كانوا متنكرين في زي حراس الامن. وفي الوقت الحالي في طريق الفريق، سباستيان بيشغل موسيقى وهو قدام الخزنة، وبيبدأ في رواية قصة الخزنة لجوين وبيتكلم مع الخزنة في نفس الوقت. وبيمشي الانتربول من الكازينو وبيكون براد متعصب ان الفريق بالنسبه له خانوه، وبيعرف موقع جوين عن طريق موبايلها، وبتلاحظ كورينا ده وبتحاول انها تمنع براد ورالف، ولكن الشرطه بتقبض على كورينا وبتعرف انها تبعت اخر رساله ليها لباقي الفريق، وبتوعدها بيتريكس انها تاخد بالها من اخو كورينا الصغير لو اعترفت باي معلومه عن الفريق. فبتضطر كورينا انها تقول على المكان اللي الفريق رايح له، وبيكون سباستيان شغال على المقبض السادس من السبع مقابض اللي على الخزنه، ولما بيسمع صوت الطقطقه بيجرب يفتح الباب، وبسبب المنعطفات اللي العربيه بتاخدها بيخبط سباستيان في الخزنه، وبتحصل صدفه وبتتحرك التروس في مواضعها وبتتفتح الخزنه اخيرا، وبيكون براد والانتربول وراهم. وبيفتح سباستيان وجوين الخزنه وبيملوا الشنط اللي معاهم من الفلوس اللي في الخزنه، ولكن لما بيخرجوا من العربيه بيلاقوا براد مستنيهم، وبيحاول براد انه يضرب نار على سباستيان، ولكن بيطلع ان جوين بوظت سلاح براد، وبتتخانق جوين مع براد، وبيبقى سباستيان متعصب جدا وبيضرب براد، وبتربط جوين براد في العربيه وبتهرب مع سباستيان. وبيقبض الانتربول على براد ورالف، وبتبقى جوين فرحانه من سباستيان عشان حاول انه يدافع عنها، وبيقولها انه معجب بيها جدا، وبالرغم من سوء التوقيت بتبوس جوين وبتقول انها كمان معجبه بيه. وبيوصل الاثنين بالفلوس للمينا اللي فيه المركب اللي هيهربوا بيه، ولكن ديلاكوا بيعرف انه يوصل لهم، وبيواجه مسدسه اتجاه جوين اللي بتوجه سلاحها هي كمان ناحيته، وبتعمل جوين مع عرض انه يقبض عليها مقابل انه يسيب سباستيان، وبيوافق ديلاكوا، ولكن سباستيان بيرفض، وبتقول جوين لسباستيان انها توصل له وانهم هيفتحوا الخزنه الرابعه مع بعض في يوم من الايام، وبتزعق له وبتخليه يركب المركب ويهرب. ولما بيشوف سباستيان جواز سفره بالاسم المزيف وبيلاقي تذكره السفر لامريكا بيتكسر قلبه، لان من خلال كل الناس اللي في العالم هي الوحيده اللي كانت عايزه انها تكون معاه. وبيؤمن سباستيان انه هيقابلها في يوم من الايام ويحلوا لغز الخزنه الرابعه مع بعض. وفي يوم من الايام في كاليفورنيا في امريكا، واحد وواحده بيدخلوا المحل صانع قفال وبيلاقوا سباستيان، وبيوروا له مخطط لخزنه جوتر دامرونج، وبيسألوا لو يعرف يفتحها، وبيبتسم سباستيان وهو فرحان وبيشاور براسه انه موافق، وبيبقى عارف انه هيقابل جوين حبيبته. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.